بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أخوكم أبو عبد الله في شرح برنامج سوني فيجاس برو 8. عندنا اليوم الدرس العاشر اللي هو تسريع المشهد وعكس المشهد. الجزء الأول اللي هو تسريع المشهد عشان يكون المشهد أسرع من طبيعة الفيديو نفسه، نضغط على نفس الفيديو بطريقتين. طبعا الطريقة الأولى نضغط على نفس الفيديو كليك يمين ونروح عند قائمة انزرت ريموف انفلوب ونحدد اللي هو فيلوسيتي، نضغط نلاحظ طلع معنا خط اخضر. كل ما رفعناه كل ما صار مشهد اسرع، كل ما نزلناه صار مشهد اكثر بطء. طبعا لاحظ اذا رفعناه صار اسرع يطلع عندنا مثلث، يعني المثلث هذا يرمز ايش؟ الى ان المشهد صار اسرع، فمعناته الوقت صار اقل، فمعناته اذا وصل هنا هذا حده والباقي تكرار. طبعا اذا حبينا نضيف بنفس الفيديو نقاط اسرع ونقاط تكون ابطا، على نحدد على الخط الاخضر وكليك يمين اد بوينت اضافه نقطه وتزيد معها نقطه، ممكن ان نرفع بعدها بشوي اد بوينت اخرى ونضيف وننزل تحت فيصير اسرع الى اخفض. طيب هذا بالنسبه الى الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه ان نحدد على نفس الفيديو ونروح عند قائمه انزرت فيديو انفلوبس، نروح هنا ايفنت فيلوسيتي نلقاها مفعله، خلاص الامر اذا معنا الان الغينا اللي هو طريقه تسريع. طريقه عكس المشهد الجزء الثاني اللي هي طريقه ارجاع المشهد للخلف، كليك يمين على المشهد على الفيديو نروح عند ريفيرس نضغط عليه على طول راح ينعكس المشهد من الاخير للاول، ولاحظ هنا السهم يبين لك هذه العلامة. هذا بالنسبة لدرس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما سعينا فما رقت عزائمنا، عم نروم ولا خابت مساعينا، سل الرماح العواني عن معالينا، واستشهد البيضة خاب الرجا فينا. لما سعينا فما رقت